السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم غنبارطاجي معكم واحد المجموعه ديال الملابس الشتويه. صراحه واحد حنا كما كتعرفوا دابا مقبلين على فصل الشتاء ان شاء الله، والواحد تيبغي ياخذ شي افكار او الحوايج اللي داخلين. غنبارطاجي معكم هذا الفيديو، فيه واحد التشكيله كبيره ديال هاد اشنو خارج دابا، اشنو الموديلات اللي كاينين في الاسواق. كلهم زوينين، كلهم سخيخنين. كما كتعرفوا حاليا تيكون ديك الصوفه الرقيقه او الملابس المخدومه بالصوف الرقيق. غنبارطاجي معكم تقريبا التشكيلات وحتى لي تونين اللي كاينين. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وتلقاو تلقاو زعما كاع الاختيارات اللي بغيتو. غتشوفوا الفيديو حتى النهايه ديالو باش تشوفوا جميع التشكيل اللي حاطه لكم اليوم، وان شاء الله مازال غنجيب لكم ملابس اخرين وشكيلات اخرين. كنتي خدامه اولا كتقراي، يعني ضروري من اللي غتشوفي هذا الفيديو غتلقاي واحد اشنو غيناسبك واشنو كاين في السوق. تقريبا كنبارطاج معكم دائما اشنو الجديد في الاسواق واشنو دارج. تنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيو علاش لا، وتخليو لي واحد البصمه. دمتم في رعايه الله، نخليكم حتى نهايه الفيديو. مع السلامه والى اللقاء مع فيديو جديد.